اللي يسافر حلو حلو بدون علم أهله مثلا، ايش رايك فيه؟ هذه مشكلة صراحة. لا شخص ثاني ايش رايك فيه؟ يعني انا ممكن صغير سن، ممكن صغير السن يجهل الامر هذا، لكن اذا كبر راح يتمسك بشورى هذا، لان اهلك ما يمنعونك من شيء الا لمصلحتك. صغير سن؟ نعم. كم كان عمره الشخص؟ ممكن كان عمره 18-19 كذا، لا 17-18. كيف سمح، خلينا نسميه محمد. حلو. محمد كيف قدر محمد انه يسافر بدون علم اهله؟ هو ما سافر، يعني هو راح المكان. ايه ما شاء الله تعرف تفاصيله. ايه شكل خويك. ايه خوي علمني القصة. هو يعني راح مكان تجمعات شباب، وهذه تجمعات يحصل فيها مشاكل، ويحصل يعني لو علم اهله رفضوا انه يروح، فما سمع كلام اهله وصار له عد اللي صار. ليه ما يسمع كلام اهله؟ كان طايش. كم كان عمره؟ 17-18 كذا. طيب 18 يعني يعتبر، لا بالعكس، شخص يعني عز المراهقة. عز المراهقة الانسان في هذاك السن يحاول يبرز نفسه اني انا قوي، اعتماد على النفس. 12-13. لا 18 يبدا الواحد يمسك، يعني لا يمسك نفسه. ممكن هذا قبل، بس الان ممكن المراهقه تمتد بعد الى اكثر من ذلك. انت سافرت مكان، او معليش مو انت، محمد سافر مكان ولا راح مكان؟ لا راح مكان، ما سافر مكان. كيف ما سافر؟ هو يسافر اماكن. هو محمد، ما عليك انت هو محمد. اي محمد هذا سفراته واجد اللي ما دروا عنها اهله، فيعني لو نستر عليها والله. الله يستر عليه. اي والله الله يستر عليه. الله يستر. كان طيب هو جدا، بس لازم يستأذن من اهله. صح، لازم يستأذن من اهله. يمكن يصير عليه شيء، يمكن يصير عليه حادث. الله لا يقول، الله لا يقول، واهله مو راضين عليه. صح، فيجب عليه. وش توجه له نصيحه؟ نصيحه لاخواني واخواتي ان الانسان. لا لا محمد محمد يا محمد، لازم تستأذن من شيبانك، ولما تروح ترسل لهم انا بروح المكان الفلاني، عيوا ارجع البيت. الله يصلحك يا محمد. امين. الله يصلحه ويهديه ان شاء الله. الله يصلحك ان شاء الله. لا تسافر من غير علم اهلك، تكفى لا تسافر. طيب، في احد اصحابك كان متهور بزياده لدرجه ما رضيت تكمل الطريق معاه ونزلت بالشارع. وش السالفه؟ وش الموقف اللي حصل؟ متهور من اي ناحيه؟ يعني سواقه. انت تعرفه شخصيا؟ من اللي قالك؟ صح، بس تنزل مايكك شوي عشان قاعدين الناس يسمعون صوت الجرس. ايه امس سمعوا صوت الاكل يوم في السلطه. وش سالفته الشخص ده؟ شخص متهور من اخوياي، قيادته يسري، يحب السرعه، يحب التهور زياده. فمره حدث لنا موقف معه، كان مسرع. طبعا عقب ما صار على محمد الحادث سمعت، فخلاص صار محمد ما يحب يسوق السياره، يعني ما يحب. خل موضوع الحادث بعدين. بس احنا نفهم الحين سالفتك مع خويك هذا اللي ما استحملت انك تكمل معه. السرعه اضطريت انك تنزل. نعم، السرعه جنونيه صراحه، والسواقه يعني في غشامه شوي، ويحب التهور، يحب السرعه. يعني صارت لي مواقف انا خلتني اتخذ قرار، يا انزل ها يعني اذا سلمت نفسي معه ألقيت بنفسي إلى التهلكة. متهور جدا. هل لا زال متهور؟ لا، ركد. بعد إيش؟ بعد ما جات البنت. أو متزوج؟ نعم. يعني حتى هو متزوج كان متهور؟ لا لا لا، قبل بالعكس، ترى هذا أقرب واحد لقلبي من أخوياي. طيب ليش تنزل بدال ما تنصح؟ هو يستهبل علي، عرفت؟ يدري إني ما أحب السرعة، بس يعني ما قدرت انك تنصحه وقلت له وقف يا ابن حامد. لا لا، هو يدري اني ما احب السرعه، فسوى الشيء هذا عشان يطقطق علي، فوقفت قلت له خلني انزل. عقب انت فاهم يعني معي خلاص عسى عقل يربط حزام من البيت.
سيفتي فيرست. طيب انت رحت عنيزة قبل فتره،